بعد سبحانك، يعني قبل ما أي المؤتمر كان في زميل مطرش لي من الإمارات لقاء صحفي بالإنجليزي، كان يتكلم عن نفس موضوع التعافي، هي جريدة أمريكية، وكان يتكلمون على ليش نسبة التعافي في دول الخليج الغنية، ها كان التايتل، إن نسبتها كبيرة. أنا أتوقع يعني الجواب واضح، وحتى قبل ما توصل هذه الجريدة الجواب هو التستنج، الفحص. عملية الفحص في دول الخليج صراحة يعني جهود جبارة، وأجزمنا بأن الفحص المبكر هو السبيل الوحيد للحد من انتشار أي وباء، وهذه دروس احنا يعني درسناها وطبقناها علميا الآن. فأتوقع من أهم النجاحات اللي هي سياسة الفحص والتتبع وعزل المريض والعلاج، في نظري أنا هي أفضل سبل أو أحد أسباب اللي هو التعافي، لأن فيروس الكورونا معروف أنه لا يوجد علاج دوائي مثبت علميا فعاليته. فالطريقة المثلى لزيادة المتعافين اللي هو أنك يعني تكتشفهم مبكرا، تعزلهم عن الأشخاص اللي يكونون أكثر عرضة لقدر الله لمضاعفات، وبالتالي لو هو صابة ومناعته قوية بيكون كفيل تشوفون نسبة التعافي كبيرة. هاي في نظري أنا الشخصي.